مساء الخير، مساء الخير مرة تانية. أهلا بكم في قناتكم موري بيباوي، معاكم أمل كامل مشرفة تمريض بكالوريوس تمريض. للي أول مرة يدخل قناتي وياريت تشتركوا في القناة. النهاردة عايزة أعلمكم حاجة كويسة مهمة، وهو قياس النبض. أنا لو عندي قدامي دلوقتي واحد مغمى عليه أو واحد ضربات قلبه سريعة أو تعبان، نعمل إيه؟ هنجيب الساعة، هنجيب الساعة نبتدي من أول ثانية، نعد 60 ثانية، نفضل 60 ثانية ونقيس، نقيس النبض. هنقيس النبض ازاي؟ شايفين يا جماعة الحتة دي، الحتة اللي هي عند صباع التخين ده، شايفين صباع التخين ده بيبقى فيه هنا الجزء ده، تمام؟ الجزء ده بنحط صوابعنا كده، نحط صوابعنا التلاتة مش ده، لا، الصوابع التلاتة دي هنا. نفضل نعمل كده لغاية أول ما نحس بضربات القلب، نبتدي نعد دقيقة. يعني ايه نعد؟ مش احنا اللي هنعد، يعني الساعة لمدة دقيقة هنعد النبضات، هنعد النبضات لغاية لما نبص في الساعة نلاقي الدقيقة خلصت، تمام؟ الطبيعي في نبض البني آدم بيبقى من 80 لـ100 أو من 60 لـ100. أقل من 60 يبقى برادي كارديا، يعني النبض بطيء. اكتر من 100 بيبقى تاكي كارديا، يعني النبض سريع، نبتدي نقلق. طيب فرضا واحد مغمى عليه او مش عارفين نفسه متوقف، لو لقينا ان هو كده مفيش نبض او النبض ابتدى يقل او بطيء جدا، يبقى نعمل له اسعافات اوليه، ان احنا نبتدي ننعش قلبه، ننيمه على حاجه. معلش انا ما عنديش دول دلوقتي، في ناس قالوا لي جيبي عروسه، حاضر، هننيمه على حاجه جامده ناشفه زي الارض، لازم ارض، ونخبط في جنبه الشمال هنا تحت صدره كذا مره، ونديله انعاش والتنفس في نفس الوقت. طبعا مش مع كورونا، هيبقى يا ريت يكون في امبوباج او اللي هي بتعمل بتنفخ دي، دي هتساعدنا اكتر، وبالتالي لغايه لما نعمل له انعاش للقلب. طيب فرضا دلوقتي المريض ده مريض سكر، يبقى ايه اللي عنده؟ يبقى اللي عنده السكر بتاعه وقع، ما راحش لدماغه، وقف له قلبه. نلحقه ازاي؟ يعني انا مره كنت في اتوبيس، تمام، ومسافره، فواحده قالوا لي، عرفوني ان واحده عندها السكر قدام، ماشي، عرفت المعلومه وسكت. قالوا لي طب هي دايخه دلوقتي، يعني سمعت، قمت قايمه جريت بسرعه، تمام، وبشوفها، لقيتها قلبها متوقف، نفسها متوقف، جسمها متلج، اعمل ايه؟ سالت بسرعه اللي موجودين معايا في السفر، هل حد معاه سكر؟ قعدنا ثواني كده لغايه لما لقينا سكر، حطيته تحت لسانها، قامت ابتدت تفوق، ابتدى الحياه ترد فيها. فيا اما بيبقى مغمى عليه علشان السكر قليل، يا اما بيبقى مغمى عليه علشان قلبه توقف. وبالتالي في الحالتين يا اما بنعمل اسعافات اوليه، بندي نحط سكر. ليه بقى سكر تحت اللسان؟ بيمتص، لان يعني تحت اللسان ربنا مدينا القدره ان احنا نمتص السكر تحت اللسان، وبالتالي بسرعه بيوصل للدم، بسرعه بتفوق، بسرعه الدم بيروح للعقل، للقلب، للجسم، ويبتدي يفوق. لان السكر لو نقص بيبقى اوحش بكتير واخطر من لو السكر زاد. واشكركم سي او ان انتم في عيلتي وفي قناتي، واتمنى الكل يشترك والكل يستفيد، واللي عنده حد مريض سكر يا ريت يهتم بالموضوع ده، او يا ريت يقوله، يا ريت بمريض السكر نفسه يبقى معاه بونبوني في جيبه، في شنطته، اول ما يتعب ياخد السكر دوا. ويا ريت تبعتوا الفيديو ده للي عندهم سكر او بيعانوا من سكر، او ويتعلموا ازاي النبض بيتعمل او بيتاخد، وازاي نعرف المريض ده قلبه كويس ولا مش كويس. وميرسي قوي ليكوا كتير، باي باي. صباح الخير، وريت لكم الفله امبارح وحبيت اوريها لكم النهارده، التطور بتاع الورد. وبكرة برضو ان شاء الله اصورها لكم تاني. صباحكم فل.